اليوم بإيت سمارت عم ندوي على موضوع كتير مهم يلي هو هدر الأكل. كتير بتصير معنا حتى لو ما بنكون قاصدين إنه بنشتري أغراض، خاصة أكل طازة إن كان فواكه أو خضرة، وما بنستهلكهم مثل ما بنكون مقدرين. فشو بدنا نعمل بهالمأكولات اللي باقية؟ بونجور ناتالي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح، يعني خاصة بأوضاع صعبة مثل الأوضاع اللي عم نعيشها هلا، هذا شيء بعد أهم مزبوط. يكون عندنا هالمعلومات إنه كيف يعني نستفيد أكثر شيء ممكن من فضلات الأكل. مزبوط، تخفيف كب الأكل مهم لعدة أسباب. أول سبب هو سبب بيئي، لأنه نحن كل الطاقة اللي بنستعملها ونستهلكها إن كان مي أو حتى كهرباء وإلى آخره، تنصنع أو تنحضر أو تنزرع هالأنواع من الخضرة والفواكه، عم بتروح هدر. وهلأ أكيد بحالة اقتصادية صعبة، مهم كتير أنه المصاري اللي استعملناها يمكن لشرية هالمأكولات هاي ما تروح هدر وما تروح دائما. مشان هيك اليوم بدنا نحكي شوي عن شو فينا نعمل كرمال تنخفف من هدر المأكولات. وقت اللي نحكي عن هدر المأكولات عم نحكي أكتر شيء خاصة عن الخضرة والفواكه، لأنه حتى بحالة اقتصادية صعبة ما لازم ننسى أنه لازم نضلنا ناكل مأكولات تعطينا فيتامينات، تعطينا ألياف. لازم يضل التغذية لها أهميتها، يعني ما نلتجئ للمأكولات الرخيصة اللي هي عادة السكر والزيت والمأكولات اللي ما فيها كتير غذاء. يمكن ما بتكلف كتير، بتعطي طاقة كتير لأنه هي فيها سعرات حرارية عالية، بس هي بالنهاية ما عم بتغذينا. يعني الأمن الغذائي هي منا بس أنه نقدر ناخد كمية سعرات حرارية ونشبع. هي بالعكس لازم ناخد سعرات حرارية تفيدنا وتفيد جسمنا. مشان هيك الخضرة مهمة ومهم أنه نحافظ عليها. هلأ المحافظة على المأكولات وعدم كبها هي بتبلش بكيف نحفظ المأكولات وكيف نحن متعامل معها. بعدين خلينا نبلش أول شيء نحكي عن البطاطا. البطاطا هي من المنتجات الغذائية اللي بتضاين كتير، ما بدها براد تنحافظ عليها. دونك هيدي نقطة كتير مهمة. وبالإجمال البطاطا أرخص من غير خضرة، سلعة غذائية. بس البطاطا مشكلتها فينا نلاقيها على مدار السنة. مزبوط، فينا نلاقيها على مدار السنة. مشكلة البطاطا إنه وقت اللي نحطها بالمطبخ تخضر. وما بعرف إذا مبين معنا هون، البطاطا اللي جبتها هي بطاطا فيها لون أخضر، وعادة وقت اللي تكون هيك ما لازم نستهلكها، لأنه هي بدل ما بالعكس تصير تفيدنا فيها مادة، لأنه تعرضت للضوء. هالمادة هاي اللي هي السولانين اللي هي بتضر الصحة. نحن فينا نقشرها إذا ما كان صار لها كتير زمان، ننقعها بالماء كرمالتها نخفف من حدية هالمادة هاي لأنه بتأذي الصحة. وما ننسى شغلة إنه الأشخاص اللي بيرتكزوا على البطاطا بنظامهم الغذائي، إذا كانت البطاطا خضرة وفيها هالمادة هاي بيكونوا عم ياخذوا كمية عالية، بتأثر على صحتهم أكثر من غير أشخاص. دونك مهم كتير إنه البطاطا دايما نحطها بمحل ما في ضوء. ما في ضوء أكيد ما في رطوبة. دونك فينا بالمطبخ بالسلة اللي نحن عم نحط فيها البطاطا نغطي هالنوع من السلع يمكن كيس جنفيس أو ماشة جنفيس كرميلتها تضلها بعيدة عن الضوء تما تصير خضرة، وهيك البطاطا بتضاين أكتر. بس مش نايلون. نايلون لا، لأنه النايلون بيخلي رطوبة، مش هيك؟ exactly. بيخلي رطوبة تضلها متواجدة حوالي البطاطا، وهيدا منه منيح، بالعكس بتصير بدها تنبت البطاطا. مزبوط، بنصير بدنا نزرعها بنبطل فينا نقدر ناكلها. دونك هيدي كرمال البطاطا. هلا البطاطا بالإجمال فينا نستعملها، يعني هي مصدر للطاقة، فيها بوتاسيوم، فيها إذا كانت يعني ما كتير صار لها زمان فيها تكون مصدر كمان للفيتامين سي. دونك البطاطا هي من الأشياء اللي فينا نستعملها دائما تنحسن من نوعية البروتينات اللي موجودة بالبطاطا وبغير أنواع من الخضرة. دايما نخلطها مع بقوليات. احنا بنعرف انه الحمص والعدس والفاصوليا هي من الاشياء اللي دايما موجودة عنا بالمونة، والمونة كتير مهمة كرمالتها تحسن من نوعية البروتين. اذا دخلنا بطاطا مع يمكن غير أنواع من البقوليات بنحسن من نوعية البروتيين، بتشبه كتير بروتيين اللحم اللي هي عادة ما بتتوفر. وهيك بهالطريقة هي ما بنكون هدرنا شيء، يعني ولا البطاطا ولا غير أنواع من السلع. قيمات البطاطا بتطرى نتالي، ما بتخضر وما بتفرغ، بس أنه بنحسها هيك طريت.
بعد فينا نستعملها؟ فينا نستعملها، المهم انه نطبخها منيح وما بيأثر. هي بالنهايه شوربه او بطاطا بيوري، صح مزبوط، اكيد مش رح ناخذها نستهلكها لسلطه او بس فينا نستعملها، يعني هي ما بتمنى مأذيه. هلا اكيد بتكون خفت نسبه المي فيها كرمال هيك يمكن طريت، منا طازه اكيد، بس انه فينا نرجع نستعملها بالشوربه. والشوربه مثل ما عم بتقولي هي من افضل الاشياء اللي خاصه بفصل الشتاء بتساعد لعدم هدر المأكولات خاصه الخضره، يعني ان كان الجزر، حتى إذا الجزرة منا كتير حلوة طرية، حتى إذا كانت فينا نقشرها ونطبخها ونحطها بالسوب، يعني مش مشكلة. نفس الشيء للبندورة، البندورة هي من الأشياء عادة إذا بدنا نوفر بناخذ البندورة اللي كتير طرية بنغسلها بنحطها بالفريزر بنرجع بنستعملها بالطبخة أو بنحطها بالسوب. الأرنبيط، أنا جبت أرنبيطة مش كتير حلوة، فينا كمان الأرنبيط المحلات السود نشيلها ونحطها كمان إن كان بالأطباق مع اليخيني أو حتى بالشوربة فينا نبرشها، ما بنعود نستطعم بطعمتها. الموزة، وقت اللي ناخذ الفواكه الموزة اللي مستوية كتير أو اللي اهترت تقريبا ما كتير بتشهر من كلها، مزبوط، نحطها بالفريزر ونرجع نستعملها بالجاتو، نستعملها كمحلى طبيعي. البردقان فينا نعصر البردقان، البردقان إذا صار له زمان، أهم شيء أنه ما تكون معفنة وما تكون يعني منزوعة، دايما نعمل مزبوط. فينا نعصر البردقان نحطها بكوبات التلج نرجع نستهلكها كباز لأنواع من الصلصات مع الدجاج أو غير أنواع من المأكولات. ما لحقنا اليوم نحكي عن بقي أنواع الخضره والفاكهه، وشغله كثير مهمه لازم نضل نخلي عنا بالمطبخ مرتبين مي وملح. الاشياء القديمه الخضره فينا نكبها ونكبسها ديريكت كمان، دونك فينا نستهلكها ككبيس بتضلها تعطينا الياف بالنهايه. صح، ثانك يو ناتالي لهالمعلومات. رح ناخذ وقفه ومكفيين باقي فقراتنا.